شعب دا نعيش بضغط وما حد مهتم بينا لا سياسي ولا غيره. مثلا يعني كبار السن مثل ابو حضرتك وابو حضرتي، هذول شمعتنا وخيمتنا وتاج راسنا، منو مهتم بيهم؟ بس تقولي لا بالله منو مهتم بيهم؟ لا حد صار في لهم رواتب، لا حد صار في لهم تقاعد، لا حد جايب لهم هذا الجسم الضمان لهذا. تقصد ضمان اجتماعي لو ضمان صحي؟ اثنين استاذ، اثنين دخل ياخذون يستاهلون ذولا. والشباب خطيه ذولا الشباب مثل حضرتك وحضرتي، خطيه ذولا لو تلقاه قاعد على القهوه يدق دومنا من الصبح لليل وكل شيء ما محصل، عطال بطال. لو خطيه يدرس ويتعب وبالاخير يجيبني المسؤول ياخذ المنصب من عنده. الله يساعدك استاذ، كلش مقدر. لا استاذ الله يساعدني، طبعا الله يساعدني، انا دمي محروق حتى من رقصت باللقاء. ما جيت ترقص هيجي، لا جيت ترقص من ظلم استاذ، لان السياسيين سنين يرقصون على جراح الشعب العراقي الفقير. زين استاذ نصير، هم كنت متخيل بيوم من الايام حتكون بهاي الشهره لو الموضوع صار صدفه وياك؟ يعني لا استاذ، احنا ما نشتغل على الصدفه، احنا ناس المقبوليه من رب العالمين الحمد لله والشكر، الناس تحبنا وما اشتهرنا بذاك الوقت. تعرف ليش؟ لان الوقت اغبر. زين هنا انا هسه انا عندي سؤال، حضرتك واللي يشبهوك بالسوشيال ميديا شو يسموهم؟ ها؟ شنو يعني؟ يعني مسماكم المهني شنو؟ يعني هو هذا شو اسمه؟ يعني على الفطره استاذ، احنا ناس على الفطره. ايه لا تقول لي مسماكم والهذا ولا، احنا على الفطره والمواطن الفقير لازم حقه ما يضيع. وانا اليوم من هذا المكان اقول للناس انا الناطق الرسمي باسم الفقراء المساكين العراقيين اللي حقهم ضاع. ويلي عليك يا عراق، عمت عيني عليك. دموعك غالية. طبعا غالية، وفي دول تراب العراق، في دول تراب العراق دموعي ونصير وابو نصير. انا ما عندي غير العراق، انا ابنكم المظلوم واحجب مكانكم. نعم. شكرا على حضورك استاذ. كان استاذ يصير اشرب مي. نعم الله والديك. كان ويانا نجم من نجوم الفطرة نصير، شكرا لكم. نكمل حسابنا بعد العائلة اكس على 1001 وبس، اشترك هسه.